أخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيلي أياما بعد وفاته، وهذا قبيل انطلاق مباريات الجولة 18 من البريمير ليج، حيث اجتمع مشجعو مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في عرض نادر حدادا على وفاة الأسطورة البرازيلية، وامتد التصفيق لدقيقة واحدة في الملعب قبيل مباراة اليونايتد أمام ويلفرهامبتون، وبعد ذلك في ملعب الاتحاد عندما استضاف السيتي فريق إيفرتون. في لحظة مؤثرة رفع أنتوني جناح مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل قميصه خلال تصفيق الجماهير، وكشف عن قميصه الداخلي الذي يحمل عبارة ارتح في سلام يا بيلي. وفي إنجلترا دائما حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه ويلفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مولينيو ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز. الهدف الوحيد في اللقاء سجله اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 76، فوز رفع من خلاله الشياطين الحمر رصيدهم إلى 32 نقطة، بينما تجمد رصيد ويلفرهامبتون عند النقطة 13. ولحساب الجولة ذاتها فرض إيفرتون التعادل الإيجابي على مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين سهرة أمس على ملعب الاتحاد، وسجل قلب الهجوم إيرلينغ هالاند هدف السيتي في الدقيقة 24 بعد تمريرة الجزائري رياض محرز، إلا أن إيفرتون عاد في المباراة وعدل النتيجة عن طريق غراي في الدقيقة 67، ليبقى السيتي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 15 في المركز 16. لقد خسرنا نقطتين في العام الجديد، وكنت أود أن أفوز بهذه المباراة. لعبنا من أجل الفوز ولعبنا بشكل أفضل من الخصم، نعم، لكنها كرة القدم، إنها الرياضة الوحيدة التي يمكن أن يحدث فيها كل شيء. أنت تسدد على المرمى وهم يسجلون، أود أن أصنع 1000 مليون فرصة، ولكن مع وجود 9 لاعبين في منطقة الجزاء ومدافعي المنافس مع حارس جيد، فهذا ليس بالأمر السهل. عليك أن تتحلى بالصبر والهدوء. وإلى الدوري الإسباني، سقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي في الديربي الذي جمعه بضيف إسبانيول بهدف في كل شبكة. هدف أصحاب الأرض حمل توقيع اللاعب ماركوس ألونزو في دقيقة 7 من الشوط الأول، فيما سجل هدف التعادل للضيوف أقول جوسيلو في الدقيقة 73. تعادل وضع برشلونة في الصدارة مناصفة مع الغريم التقليدي ريال مدريد برصيد 38 نقطة، بينما حل إسبانيول في المركز 16 برصيد 13 نقطة. المباراة كانت ربما متوترة للغاية بسبب الحكم. أعتقد أن ماتيو لاهوز حكم جيد، لكنه اليوم لم يتحكم في مجريات المباراة. أخبرته بذلك. تم إشهار العديد من البطاقات الصفراء غير المستحقة وبلا معنى. أعتقد أنه كان يجب أن يكون هادئا ولم يكن كذلك اليوم، وهذا مثير للسخرية. أخبرني أنه سعيد لرؤيتي وأنا لا أحمله المسؤولية كاملة. أعتقد أننا أخطأنا أيضا، لقد فقدنا إيقاعنا، كنا بحاجة إلى الصرامة، كان هناك نقص في الحماس من جانبنا، وأشعر أننا قد ارتكبنا العديد من الأخطاء في هذه المباراة. وفي موضوع آخر، رحب أنصار نادي النصر السعودي بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديهم، وهذا بعد توافدهم على متجر النادي بغية اقتناء قميص الدون الذي سيحمل الرقم 7، الأمر الذي سيفتح الباب أمام التحاق مزيد من النجوم بالدوري السعودي. ومن المقرر أن يتقاضى كريستيانو رونالدو أكبر راتب في تاريخ كرة القدم بعد انضمامه إلى الفريق السعودي في صفقة ستمتد إلى غاية 2025. وكان
كان رونالدو قد أعلن رحيله عن مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل انتقد فيها إدارة ناديه والمدرب الهولندي إريك تين هاغ. انضمام لاعب عالمي بحجم كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي أكيد بيكون إضافة كبيرة للدوري السعودي وأيضا للكرة الآسيوية والخليجية عموما. أنا أشوفها صفقة عالمية، ولو ما هي للنصر هي تعتبر للدوري السعودي كافة، يعني ما هي محصورة على النصر فقط. يعني لاعب كبير مثل رونالدو راح يكون في تغيير في الدوري السعودي ملحوظ. أنا أتوقع أن أي لاعب يعني يقدم له عرض نادي سعودي أتوقع أنه راح يروح، لأن أصلا كريستيانو رونالدو راح يعني وشو يتوقف عليه أكيد بيروح. فأنا أشوف أن هذه السمعة للدوري السعودي وراح تجذب معجبين ومتابعين وعاشقين. إذن شهد عام 2022 العديد من الأحداث الرياضية في مختلف المنافسات القارية والعالمية، بداية من كأس العالم التي احتضنتها قطر، مرورا برابطة أبطال أوروبا، وصولا إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت فعاليتها في الجزائر، وختاما برحيل الأسطورة البرازيلية. ينشك عام 2022 على الانقضاء عام شهد العديد من المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب وعلى مستويات عدة محلية قارية وعالمية، بعض النتائج جاءت متوقعة وأخرى كانت مفاجئة. في البطولة العالمية الأبرز كأس العالم 2022 والتي استضافتها قطر وبكل اقتدار من حيث التنظيم، انتزع منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي اللقب للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانغو بعد أن تغلب على المنتخب الفرنسي بركلة ترجيح في المباراة النهائية والتي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل. على المستوى القاري فازت السنغال ببطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت في الكاميرون بعد فوزها على المنتخب المصري في المباراة النهائية. أما على المستوى القاري حقق ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول في المباراة النهائية. وفي أمريكا الجنوبية كانت مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس بين البرازيليين أتلتيكو باراناينس وفلامينغو الذي تمكن من قنص اللقب. وشهد عام 2022 اعتزال العديد من نجوم اللعبة وعلى رأسهم كل من الأرجنتيني كارلوس تيفاز والمقدوني جوران بونديف والأرجنتيني غونزالو هيغوين والفرنسي فرانك ريبيري والإنجليزي جيرمان ديفو. عام 2022 شهد اعتزال أسطورة كرة المضرب السويسري روجي فيديرر، الخبر الذي كانت تخشاه الجماهير حول العالم منذ فترة طويلة، ليقرر روجر أخيرا رمي المضرب بعد كأس ليفر في لندن. الموسم أيضا شهد نجاحا باهرا للجزائر خلال تنظيم فعالية ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي جرت في وهران غربي البلاد في الفترة الممتدة بين 25 جوان والسادس جويلية، أين رافق نجاح التنظيم تحقيق نتائج باهرة تمثلت في احتلال الجزائر المركز الأول بين الدول العربية والرابعة بين الدول المشاركة برصيد 53 ميدالية، شجع السلطات المحلية للعمل على تنظيم تظاهرات رياضية أخرى على غرار كأس أمم إفريقيا للمحليين وكذا الترشح لتنظيم كأس إفريقيا 2025. موسم 2022 كان ختامه حزناً
أين نزع الموت تاج ملك كرة القدم عن رأس الأسطورة البرازيلية الشهير بيلي، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 29 ديسمبر عن عمر يناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه إرثا رياضيا تاريخيا يصعب تكراره. نهاية أخبار الرياضة مشاهدينا الأفاضل، للمزيد من الأخبار تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة. السلام عليكم.